نعم، هذه الآية يقول الحسن البصري كانوا يسمونها آية الامتحان. جاءوا ناس فادعوا محبة الله ومحبة رسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان. الدعاوى سهلة، كل يستطيع أن يدعي، لكن أين الحقيقة؟ أين حقيقة المحبة؟ اتبعوني يحببكم الله. فدعوى المحبة شيء وفعل المحبة شيء آخر، فلا بد أن يفرق بين هذا وهذا. وجاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه آية الامتحان. فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات كما قال ابن القيم فأصحابها أدعياء.